طيب يا جماعة، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الهدف من هذا البث أن يكون بث يعني موجز، حتى نختصر اللي تكلمنا عنه اللي قدمناه المرة الماضية، وبرضه نعطيكم أبديت مهم جدا للي صار بالأمس يوم السبت. في أبديت مهم جدا إن شاء الله لكم أن يعني نشارككم فيه. نبدأ بسم الله. الله يجزيك الخير يا دكتور. نبدأ بسم الله. أول شيء بس بعجالة وباختصار، القانون الجديد، قانون بانينج الكونفيرجن ثيرابي، اللي هو حظر الجلسات الاستشارية للتحول. ماذا تعني هذه ماذا يعني هذا المصطلح؟ ما هي هذه الجلسات، هذه الثيرابي؟ لأنه في ناس فهمتها خطأ. أنا أمس اجتمعت بناس كانوا فاهمين الموضوع مختلف تماما عن حقيقته. حتى بعض الناس فرحت فيه أنه المفهوم السائد الخاطئ أنه كان في جلسات تحويل تساعد يعني الإنسان بمختلف عمره أن يتحول إلى جنس آخر، ولكن هذا المفهوم مفهوم خطأ. حقيقة الأمر أنه جلسات الكونفيرجن ثيرابي هذه جلسات موجودة كانت على مستوى البروفيشنال عند الأطباء النفسيين، عند المستشارين حتى الاجتماعيين بعضهم، وعند بعض المراكز الدينية أو المعابد في الكنائس كانت موجودة. هذه الجلسات في أصلها حتى نكون عارفين كانت مخصصة لمن يشك في نفسه أن لديه توجهات جنسية خارجة عن الذكر والأنثى. يعني لما يكون هناك شاب فرضا ولد ذكر، وهذا يقال يسمى هذا المصطلح birth sex. birth sex هو الجنس بالمولد، يعني جنسه حسب ما ولد عليه الجنس العضوي، فهذا يعرف أنه ذكر. وكذلك birth sex للأنثى، ولدت أنثى بأعضاء أنثى فتعرف كأنثى. طبعا مع التحولات اللي احنا بنشوفها حوالينا الكثيرة أصبح هناك هذه التوجهات، وبدنا نفصل الجنس ذكر والأنثى عن ما ولد عليه الإنسان. فأصبح هناك توجهات أن يقول أنا ولدت ذكر ولكني أشعر أنني أنثى، ففصل البيرث سكس عن سموها السكس أورينتيشن، سكشوال أورينتيشن أو الايدنتيتي، عفوا الاورينتيشن التوجه، يعني لمن هو يعني للأسف يرغب، أو السكشوال ايدنتيتي الجندر ايدنتيتي اللي هو شعوره بنفسه. فهل ولد ذكر ويشعر أنه ذكر، ولا ولد ذكر يشعر أنه أنثى، ولا ولدت أنثى وتشعر أنها ذكر، ولا ولد ذكر ولا يشعر بأي شيء فهو unidentified. أصبح هناك طبعا الكثير من يعني الخيارات الموجودة، من يشعر أنه خلاف ما ولد عليه، أو شيء آخر، أو شيء غير موجود، أو شيء in between، أو transgender، أو bi، أو يعني طبعا هناك خيارات كثيرة موجودة. فكل ما هو خارج عن ما ولد عليه فهذا يعني شيء طبعا اللي هو بدأنا نسمع فيه شيء مستحدث. وأصل الكونفيرجن ثيرابي أنه كل من يشعر بشيء خارج خلاف ما ولد عليه كانوا يجلسوا معه ويقنعوه أنه هاي قد تكون حالة نفسية، حالة ضغط نفسي، ويعني يجب أن تفكر فيه وتعود إلى ما ولدت عليه. هذه الجلسة لإقناع الرجل أو المرأة أو الشاب أو الفتاة وحتى الأطفال اللي يدور خواطر في رأسه إنه لا أنت ذكر، ولد ذكر فأنت ذكر، هذه هي conversion therapy، وهي الآن ستمنع بنص القانون عشان يكون قانون واضح، لأنه في كثير ناس مش واضح من القانون.
انه ان تجلس مع احد وتقنعه ان يلتزم بما ولد عليه من جنس فهو غير قانوني، قانون يمنع، بحجة انه عندما تفعل هذا فانت تؤذي الناس من مجموعة الـ LGBTQ2. لانك ليش؟ لماذا؟ لانه يقول لك انه هذا احساس طبيعي وهذه شعور فطرية وهذه شعور جينية، فلما الإنسان يشعر أنه هو غير ما ولد عليه ليش تمنعه؟ إذا منعته إيش بيصير معنا؟ بيصير معنا أمرين، أنت أول شيء تأذيه، أنت تنتقص من حقه في المساواة وتنتقص من كرامته، فهذا في أذى للـ LGBTQ2 community. هذا القانون سن من قبل الانتخابات وتعلق ورجع قدمه مرة أخرى وضافوا عليه الأطفال. هاي النقطة اللي بتهمنا جدا الآن، الأطفال أصبحوا يندرجوا تحت هذا القانون. المشكلة الأخرى اللي احنا حكينا فيها في هذا القانون برضو على عجالة، أن من يحاول إقناع أي شخص أنه يلتزم بجنسه العضوي ما ولد عليه، معظم هؤلاء الناس كما ينص نص القانون يستندوا على أساطير. ما هي هذه الأساطير؟ قلنا الأساطير كما تعرف في المعاجم الرسمية traditional stories especially one concerning or ones concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomena and typically involving supernatural beings or events. الأساطير هي القصص أو المواضيع التقليدية الموجودة في الكتب يؤمن فيها كثير من الناس، وهي لها علاقة بـ supernatural beings، لها علاقة في يعني كما نقول supernatural يعني قوة خارقة مثل إله أو غيره. هذا المصطلح اللي موجود في القانون إنه ليستندوا في حكمهم، يعني من يحكم على أي إنسان يريد أن يعرف نفسه بجنس غير جنسه الذي ولد عليه، هذا يستند على أساطير، والذي يستند على هذه الأساطير التي تقول أن هذا الفعل wrong خطأ، وهو يندرج تحت هذا القانون. فأنا كان سؤالي ما هي هذه الأساطير؟ طبعا هاي كلمة أساطير تشير إلى القرآن الكريم والكتب السماوية التي نزل فيها تحريم هذا الأمر، فيعني بشكل مخيف جدا تذكر أنها أساطير وتذكر أنها يعني تقر أن هذا الفعل خاطئ. هذا الفعل كله هو الذي الآن جرم، عشان تكون واضحة، ما يجرم الآن أن تقول لشخص التزم بجنسك الذي ولدت عليه، وإن لم أرى أنه 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 وغير ذلك هو خطأ وحرام ويعني لا يجب أن يكون. هذا الآن مجرم بنص القانون الذي يعني أجمع عليه البرلمان الكندي يوم نوفمبر 29، والآن هو في مجلس الشيوخ للمصادقة الأخيرة. وقلنا أنه هذا القانون الآن نتج عنه تغيير ل الكريمنال كود، تغيير الكريمنال كود اللي هو القانون الجنائي الذي سيجرم هذا الفعل. والقانون الجنائي يقول أنه أي practice service or treatment، أي ممارسة، أي خدمة، أي معالجة، محاولة أنك تعالج شخص وتقول له لا تفعل كذا، إلزم جنسك الذي ولدت عليه، سيندرج عليه عقوبة. في ظاهر الأمر يحسب الإنسان أنهم بيتكلموا على علاج بروفيشنال، أطباء ومعالجين نفسيين، ولكن لما نتفحص قانون مرة أخرى نرى أن القانون يتكلم عن ما هي البراكتس اللي قصدوها. قالوا البراكتس various forms، أشكال مختلفة من الكونسلينج and behavioral modification. والكونسلينج قلنا اللي هي any kind of استشارة، أو behavioral modification اللي هي تقويم السلوك، وتقويم السلوك قلنا هي التربية، تقويم السلوك هي التربية. إذا لما يقوم أي إنسان باستشارة
أو تربية لشخص يحث فيها على الالتزام بالجنس الذي ولد عليه وأن ما دون ذلك وما خلاف ذلك هو خطأ يقع تحت طائلة هذه العقوبة. هذا هل يشمل الآباء؟ الأب والأم اللي بتكلم مع أولاده يشمل المربين في المدارس فرضا اللي له آراء يعني تلتزم بهذا الرأي أنه لا يوجد غير الذكر والأنثى؟ هذا ينطبق على الشيوخ في المساجد اللي الناس دائما تذهب لهذه الاستشارات خصوصا في هذه الموضوع في موضوع الجندر ثيوري ويرى أنه الالتزام هو الأصل. طبعا نحن لنا كمسلمون ما في خلاف، ما في نقاش نهائيا. ربنا سبحانه وتعالى خلق وما خلق الذكر والأنثى، ما في خلاف أن ما عندنا غير هذا الكلام، ولن نستطيع أن نخلق غير هذا الكلام إلا أن نغير ديننا أو نترك ديننا. احنا في عندنا نص واضح ما في إلا ذكر وأنثى. طب إيش يعمل المسلم في هذه الحالة؟ كيف يقبل هذا الأمر؟ كيف يناقش أولاده؟ هذا ما أثرناه من تخوف عن هذا القانون. وآخر شيء أعرضه في هذا القانون هي العقوبات بالنسبة لحدد القانون الجنائي الجديد، حدد 4 نوع من العقوبات، لأربع نوع من التجاوزات أو من 4 جرائم سماها جريمة offense، في 4 أنواع من الجرائم حددها. الجريمة الأولى أن تتسبب causing another person to undergo conversion therapy، أن تتسبب في أن يخضع شخص كما قال القانون Canadians of all ages بغض النظر عن عمره، أن تتسبب في أن يخضع شخص لاستشارة conversion therapy أنه لا يتحول إلى شيء آخر عن جنسه الذي ولد فيه، عقوبتها 5 سنين سجن. والجرم الثاني، الجريمة الثانية التي تحدث عنها التعديل قانون الجنائي، removing a minor from Canada to undergo conversion therapy abroad. إذا أخذت طفل من كندا وبعثته لدولة خارج كندا لأنه هذا الطفل قال إنه أنا كذا، حاولت تقنعه ولم يقتنع فأخذته وديته على بلد أخرى، هذه برضو تخضع لعقوبة 5 سنين بالقانون. والجريمة الثالثة profiting from conversion therapy، من يعني يستفيد ماديا من هذه السيرفيس أو من هذه الخدمة. والرابعة promoting or advertising، الرابعة أنه أن يروج لهذه الخدمة. هذه 4 جرائم الآن ستدرج في هذا القانون. ما يهمنا فيها الأولى والثانية أنه أي استشارة أي نصيحة أن الإنسان يبقى على ما هو عليه ولا يتحول قد يجرم بخمس سنين في السجن. وهناك استثناء لهذا القانون هو أنه ممكن تجلس مع الطفل وتساعده أنه to explore the identity. إيش يعني هذا الكلام؟ ومن يستفيد من هذا الاستثناء؟ ليس الآباء، هم يحاولوا يقولون أنه هذا الآباء، ولكن فعليا ما يستفيد من هذا الكلام هم مدرسون في المدارس. ما أصلا قلنا فيه في المدارس شيء اسمه safe spaces، هذه من 2015 من أيام sex education أول ما طلع، يجلس فيه مع الطالب ويعرض عليه كل ما هو متاح من خيارات الآن موجودة، ذكر أنثى ما بين، نسبة وتناسب 2، transgender by، كل هذه خيارات موجودة ولك أن تختار. إذن هذه الجلسة تستثنى، يعني المدرس الذي يجلس مع الطلاب ويعرض عليه كل هذه الخيارات هذا لا ينطبق على هذا القانون. ليش؟ لأن هو الأصل فيها حسب القانون ألا توجه تجاه الجنسين اللي بالولادة الذكر والأنثى، لا توجه، ولكن اعرض عليه كل شيء وهو يختار من غير أن تفضل، يعني حتى ما تكون preferable to others، يعني حتى ليس لك حق أن تقول هذا أفضل من هذا، أنت تعرض كل شيء. الاستثناء الآخر العجيب أنه ذكروا أنه لمن يعرض له الحق أن يذكر جنسه، يعني ممكن يجلس الأستاذ يقول أنا كذا أنا جاي وممكن أنت تختار من هاي، أو أنا ستريت أو أنا ذكر ممكن تختار من هاي. فهذه الإكسبشنز بظاهرها أنه هي والله أعطت مجال للآباء، ولكن كما أقرأها أنا
هذه أعطت مسوغ كبير للمدرسين في المدارس. لماذا أقول مدارس؟ لأن هنا فعلا المصيبة. المصيبة أنه لما الطالب صار له 7 سنين يعرض عليه، والآن نسمع كثير يعني حتى بدأت المدارس تفرض على الطلاب في activities أن الولد to cross dress، يلبس بنت والبنت تلبس ولد، وهذا قطعا محرم في الإسلام، لازم تسمعوها هاي. cross dressing في الإسلام محرم شرعا لأنه تشبه، ولعن الله المتشبهين كما قال أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، تشبهين من رجال بنساء ومن النساء بالرجال. فالcross dressing ملعون، فما بالك احنا بالنسبة لنا هذا شيء لن نسكت عنه، هذا شيء ديننا واحنا واضحين وصريحين فيه. فلما الولد 7 سنين يتعرض ويعمل له activities to cross dress، ولما يعمل له كذا والاطفال، طبعا هذا الطفل سيطلب طبيعيا، يعني صار عنده curiosity، صار عنده فضول وسيطلب. طب لو طلب ايش نعمل؟ احكي مع ابني ولا ما احكي مع ابني؟ هنا الازمة. طيب احنا ايش عملنا من هذاك اليوم؟ كما وعدتكم الحمد لله رب العالمين، بارح كان يوم حافل جدا، تكلمت فيه مع 3 نواب منهم 2 وزراء لن أذكر أسمائهم الآن، وتكلمت مع المحامي مصطفى فاروق الله يجزيه الخير اللي هو رئيس أو CEO للـ NCCM بالمجلس الكندي، National Council for Canadian Muslims، المجلس الوطني لكنديين المسلمين، مؤسسة حقوقية مهمة جدا كلمت عنها أكثر من مرة ما شاء الله عنهم فعالين. وتكلمت مع رئيس مجلس الأئمة الشيخ محمد الشيخ الدكتور محمد رفعت الله يجزيه الخير. فكان يوم حافل جدا بالأمس حتى نشوف إيش بدنا نعمل. كما قلت لكم أنا هذا الموضوع لن يتم التعامل معه بشكل يعني عشوائي أو بشكل مظاهرات وإلى آخره. احنا قمنا بهذا الأمر ب 2015 على السكس إديوكيشن، كان مجهد ومتعب ولم نصل إلى شيء. موضوع لازم يعالج بشكل قانوني، وبعدين نشوف احنا ما يتطلب منا من الضغط، ممكن نضغط بالشارع، ولكن الآن محتاجين توجيه قانوني وتحالف كبير على مستوى المؤسسات الإسلامية حتى ندفع هذا القانون. الحمد لله رب العالمين. نقاشات مبارح اللي كان الظاهر يعني الأمر الملفت انه بالنقاش مع 3 نواب مبارح، 3 نواب قالوا نفس الشيء، قالوا يا أخي هذا القانون ما له دخل بالتربية، ما له دخل بالآباء، هذا قانون لمن يختار انه هذه الخدمة الثيرابي و يجبر، او عفوا من يختار الثيرابي مع بروفيشنال سيرفيس، يعني هذا القانون فقط في البروفيشنال سيرفيس، يعني اخصائي علاج نفس، اخصائي طب، اخصائي كذا، هذول هم اللي تارجتد. طبعا لما حكوا لي هذا الكلام انا نص القانون بين ايدي، قلت له بس القانون لا ما بذكر هذا الكلام، قانون بذكر تقويم سلوكي وبذكر كونسلينج، فهذا ينطبق على الشيخ في المسجد وينطبق على الاب في بيته. نائب من النواب قال لي مستحيل انه حييجوا على بيتك وانه يمنعوك تحكي مع ابنك، بعدين شو عرفهم شو بيحكوا مع ابنك؟ طبعا هذا كلام للاسف ساذج، لانه لما يكون الطفل في الببليك سكول وياتي على البيت ويحكي لك بابا صار كذا، وانت تقول له لا يا بابا، يعني عندنا امرين، عندنا 2 سيناريوز وانا حكيت لهم اياها 2 سيناريوز. السيناريو الاول انه ياتي الطفل ويطلب يقول بابا اي فيل انه ام كذا، بنت تقول انا ام فيل انه ام ا بوي، اي وان بي ا بوي تو دي، بدأنا نسمع بهذا الكلام. طبعا من وين اجى؟ انا اول سؤال سالته، طب انا اول شيء شو عرفني انه، يعني ايش الدليل العلمي انه هذا غير ذكر او انثى؟ هل في بلود تيست ممكن يعمله؟ هل في كان ميريكال اسسمنت ممكن ينعمل؟ ما في اي نوع من التقييم. طب لما يكون ما في اي نوع من التقييم، انا كيف بدي اخذ الكلام على محمل الجد بما هو بس شعور؟ ولما يكون في غسل ادمغه ل 7 سنين، طب اذا الولد عم يطلب ما يرى، ففي هاي الحاله انا ايش اعمل كاب؟ انا قطعا لازم احكي له كمسلم هذا الكلام حرام، وكما قلنا من قبل قول كلمه حرام كما نعلم تقتضي ان ما محرم هو خبيث. الله سبحانه وتعالى قال حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، فأنا مجرد ما أقول لابني حرام يجب أن أتبعها بحرام لأنه كذا، لأنه مضر، لأنه خطأ. مجرد ما قلت كلمة خطأ فأنا انتقصت من المجموعة LGBTQ، أشعرتهم بالدونية، أشعرتهم بوصمة العار، أشعرتهم بأنهم خطأ، أنا فورا طبق عليه القانون. ف
لما سألني أحد النواب إنه كيف حيوصلوا لك للبيت، قلت له مجرد ما الكونفرسيشن هاي صارت بيني وبين الولد أو بين الأب وبين ابنه أو بنته، شو راح يصير نيكس؟ راح يرجع على المدرسة وراح يصير في نقاش مع المدرسين، وراح يطلع الولد اللي اقتنع من أبوه أو البنت ويقول no I'm a boy or I'm a girl. why؟ لأنه الفعل الآخر هذا أو الخيال الآخر هذا خطأ، it's wrong. وقد الطفل بمفاهيمه البسيطة وبلغته البسيطة يقول because it's bad, because my father told me it's bad, because my mother told me it's bad. فورا دخلنا في قضية الانتقاص اللي هي لب القانون، الانتقاص والتخطيط. طبعا شو أضمني؟ فطبعا سكت هذا النائب. وعدني انه احدهم وعدني، احدهم قال استشير محامي، الاخر قال لسه في جلسة نقاش في مجلس الشيوخ، قلت له انا حابب احضرها، قال ممكن نرتب انك تحضرها، والثالث قال انا راح اتكلم مع وزير العدل واعرض عليه الموضوع وانقل له تخوفكم. فهذا اللي صار مع النواب. اذا بالمجمل النواب كانوا اللي شايف مش شايفين احنا الخوف اللي احنا عايشين فيه، مش شايفينه صراحة، ما كانوا، كان كل اللي فاهمينه انه والله هاي عملية بروفيشنال واحنا ما مقصود فيها المربين وما مقصود فيها الاباء. وهذا الكلام اللي اعتدنا عليه بمحادثات الكثيرة مع نواب، لما انا اعترض على شيء لك لا اخي انت فاهمه خطأ، هي الموضوع مش هيك، احنا هيك شايفينه، احنا هيك فاهمينه، تتضارب المفاهيم. ولكن بالنسبة لي كما قرأت لكم النص في الحلقة السابقة، وانا ادعو لمن لم يشاهد البث الساعة من يوم الجمعة أن يرجع ويسمع التفاصيل الدقيقة، نص واضح وصريح بين إيدينا لا يختلط على إنسان عاقل. لما كلمت رئيس NCCM قال إنه أنا متابع الموضوع من سنة، وقال لي شيء آخر، قال إنه هو ناقش وزير العدل Minister of Justice في هذا القانون، وقال له لا، يعني احنا هذا القانون لن يشمل الآباء والمربين وكوميونيتي ليدرز والريليجيوس ليدرز في المساجد، قال لن يشمل. قلت له وين؟ طيب ما احنا هاي القانون كامل موجود، مش معطينا اكسبشنز. الاكسبشنز الموجوده بيسكلي معطيه للمدرسين اللي هم عمالهم بزرعوا في عقلهم الشيء. احنا وين الضمان تبعنا؟ مثل ما سأل اخوي احمد أسعد الله يجزيه الخير، وين الضمان؟ قال موجودة في محضر نقاش القانون. قلت له بعث لي أقرأ لو سمحت، فبعث لي وأقرأ لكم إياه. رد الوزير، رد الوزير كان كالتالي، لما سألوا مصطفى، ومصطفى نحسبه على خير رجل فاضل مهتم بدينه وفاهم المشاكل هاي، فسألوا رد عليه قالوا I want to emphasize that this legislation does not seek to nor would it ban open-ended conversations between an individual and a parent or another family member or faith leader or anyone else about their sexuality despite of the claims of the leader of the opposition. طبعا الحزب المحافظ اعترض على القانون وقالوا انه انتم بتعملوا زي ما احنا فهمنا تماما، فهمهم هذول الجماعة، فأصبح الموضوع سياسي، وللأسف دائما بسيس الموضوع. ولكن ما قالوا أنه أنا بدي أأكد، وهذا الكلام موجود في محضر، أنا لما سألته قال هو موجود في المحضر ويرجع له في القانون، قال أنا أؤكد أنه هذا القانون لن يؤثر على، بس كلمة خطيرة جدا يبدو ما انتبه عليها، أنا رديت عليه فيها، قال لن يؤثر على open-ended conversations بين أب وابنه أو أي فرد من العائلة مع هذا الابن سواء ذكر أو أنثى أو religious leader شيخ أو أي حدا. قال القانون لن يؤثر على الـ open-ended conversations. إحنا إيش دخلنا بـ open-ended conversations؟ التعريف أخي أحمد open-ended يعني إحنا نتناقش والله في كذا في كذا في كذا. أنا مشكلتي مش في الـ open-ended conversation، أنا مشكلتي في الـ conversation إنه أوجه الطفل إنه هذا حلال وهذا حرام. This is not an open-ended conversation، لأنه أنا ختمتها بقرار. open-ended يعني نقاش مفتوح لا يفضي إلى شيء. إما لما أقول أنا لطفل مسلم
هذا حرام، معناته هذا خطأ، معناته سقط في القانون في المحظور فورا. إذن الرد ركيك جدا، وما زال هذا القانون بنص الموجود قانون يعني خطير. ولكن أبشركم بالخير إن شاء الله. غدا في اجتماع خاص لمجلس الأئمة مع الNCCM لنقاش هذه التفاصيل، حتى نأخذ الموضوع للمرحلة التالية وهي مرحلة قانونية. أنا أؤكد لي مصطفى فاروق الله يجزيه الخير مرة أخرى، رجل يعني مجتهد جدا في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن حقوقنا في كثير، هو محامي نحسبه على خير، فهو أكد لي أنه هم فاتحين عيونهم مجهزين لأي نوع من استغلال هذا القانون ضدنا، أنه لن يأخذ الموضوع بهوان، يعني حيكون بكل قوة تابعين للموضوع. ولكن هذا لا يكفي، احنا محتاجين، وانا هذا ما قلته لاحد الوزراء اللي تكلمته من بارح لما قال لي لا هذا مستحيل ومش مستحيل، قلت له احنا ليش ما عدلتوا القانون؟ ليش ما وضعتوها في القانون نصا صريحا انه اصحاب الاديان سواء مسلم ولا مسيحي ولا اصحاب الاديان جميعا منهم يؤمنوا نفس الايمان بهذا الموضوع، اصحاب الاديان لهم الحق ان يعرضوا دينهم على اولادهم ويخاطبوهم من هذا المنطلق، لماذا لم يعدل القانون؟ قال it's too late. قلت له طيب يا سيدي too late، احنا نطلب اصدار سواء وثيقة تعديل او قانون اخر او نص رسمي يؤكد حماية اصحاب الاديان بالالتزام برأيهم. احنا في الاخر لانه احنا في الاخر ما هو رأي شخصي، يعني انا كمسلم عندي نص قرآني حيحكي الشيخ وحيحكي المسلم اللي فاهم النص القرآني. الآن للأسف عندنا كثير من المسلمين مش فاهمين هذا الموضوع، يعني هذا شيء مرعب جدا. وفي بعض الناس اللي يدعوا المشيخة بتكلموا لا شيء فطري ولا مش فطري ومش عارف، كلام مرعب. النص واضح صريح يا جماعة، ذكروا أنت هذا اللي احنا نؤمن فيه، هذا القرآن بيقوله، غير هيك معنا. يعني أنا ما رح أبتدع دين جديد، أنا عندي حرية الدين مكفولة بالدستور وديني يقول كذا، انتهى الأمر. فأنا محتاج نص قانوني يحميني أنه أنا أستطيع أنه أحمي نفسي في هذا الموضوع. أبو تميم الله يمسيك بالخير يقول يجب إلغاء استثناء المدرسين. صح مظبوط، هذا نص مرعب جدا، هو لم يقل مدرس، ولكن التوصيف للي بيعرف مرة أخرى بمشكلة حقيقية، أنه اللي ما بيعرف كل تفاصيل السكس إدوكيشن من بدايتها رح تفوت عليه أمور كثيرة. ولكن قدر الله أنه أنا شغال في هذا الموضوع من 2012، وقدر الله أنه إحنا شايفين التفاصيل كيف تتطفى. إحنا أنا لما أنا قرأت القانون قرأته بعقلية مختلفة تماما، أنا شايف المصائب، لكن للأسف أبو تميم لن يستطيعوا أن يعني غير نص القانون، لأنه عدى الهاوس أوف كومنز مجلس العموم صادق عليه، انتهينا الآن هو موجود في مجلس الشيوخ، يعني قالوا لي انه لسه في جلسة نقاش، خلينا نشوف ايش راح يصير. عضو برلمان السابق في غرب لندن كيتين قالت ما يزيد عن سنة ان الاباء مستثنون من هذا القانون، ولكن للأسف هذا حبيبنا فادي المحامي، حياك الله اخي فادي. شوف هو فعلا نفس الكلام اخي فادي، فادي المحامي هو فعلا لما تكلم اي نائب بحكي لك نفس الكلام، ولك لا يا اخي الاباء ما لهم دخل، لا يا أخي كيف أنا حاجة، مستحيل مستحيل أعمل هيك للأباء، مستحيل أعمل هيك للأباء، ما هي نفس الصوان المشروخة. أنت تعطيني نص بيقول تقويم سلوك وكونسلينج واستشارة، بعد تقول لي لا أنا ما حوصل للأباء. طب أنا أي مدرسة الآن، وأعطيكم الآن أنا خبر من كم يوم بلغنا أنه المدرسة عاملة فعالية للأطفال إنهم تكروس درس، الكروس درس إن الولد يلبس بنت والبنت يلبس ولد، وصلوها لدرجة إنه اتصلوا في الآباء ميك شور إنه بنتك تيجي لابسة لبس بويز وابنك يجي لابس لبس جيرلز، يعني لهالدرجة، يعني صار ضغط علينا وفرض غير طبيعي. فالأم خافت وغيبت أولادها مش عارفة إيش تتعمل، فالمدارس تجرأت بشكل مرعب الآن، الأم خايفة تقول لا ديني لا يسمح، هذا في نص حديث صريح هذا حرام عندي، يا جماعة انتبهوا احنا نقع في الحرام وفي المحظور، في نص صريح. فنرجو انه يعني
انه ما نقع في هذه المشاكل. هل قانون استطابق المدارس الذكية كله اخي محمد ظاهر الله يحييك، كل المدارس لم تستثنى من هذا الموضوع، يطبق كما طبقت المدارس الكاثوليكية السكس إدوكيشن تطبق هذا الامر. انا وعدت انه لن اطيل في هذا البث عشان الناس تستطيع انه تحضره، فيعني ارجو ان يكون وصلت الفكرة كاملة للجميع، نص ساعة انها تكون كافية، وان شاء الله اعملكم ابديت قريبا جدا لما يكون في عنا بعد اجتماع مجلس الأئمة نشوف وين راح نوصل فيه. ولكن كما هو النص ما زال مخيف، ما زال محتاجين نتعامل معه، ولكن أؤكد لكم إن شاء الله إنه إحنا ماشيين في الموضوع. ليش خافت تحكي أخت محمود؟ لأنه الناس مش متعودين إنه إحنا ندافع عن حقوقنا، ومش متعودين إنه إحنا نعطي آرائنا للأسف. الناس محتاجة مساعدة في هذا الأمر. الله يجزيك الخير أبو تميم. نعم يجب أن كيفية التربية. نعم احنا طبعا هذا الموضوع مرة أخرى التعامل معه بشكل فردي راح يكون صعب جدا، الناس ستخاف، ولكن احنا حنتعامل معه كجماعة مع بعض إن شاء الله وبشكل قانوني، والNCCM الله يجزيهم الخير they're on top of it، وحتى نصل إلى هدفنا إنه نصل إلى نص قانوني صريح يعطينا الحق الديني إنه أنا يعني أربي أولادي. أنا لا أريد أن أعتدي لأحد، أنا ما حقول يا افعل في كذا وهذا ابن ستة وسنة، أنا ما يلي دخل يا أخي، بس أنا الحق أقول لابني هذا حلال وهذا حرام وهذا خطأ وهذا صح، متمسكين بهذا الحق إن شاء الله. فجزاكم الله خير على المتابعة، وإن شاء الله يعني لقائي معكم حيكون خلال يوم أو يومين لما يكون في تطورات أخرى. أرجو من الجميع مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق حتى يعني يصل إلى الجميع. هذا محظور مرعب جدا كثير من المسلمين وقعوا فيه، من يسمح لأولاده تكروس درس مش عارفين خطورة وحرمة هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظكم ويحفظ أولادكم ويبارك فيكم جميعا، وإذن الله تعالى لنا لقاء قريبا نراكم على خير. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وسامحونا لمن لم نجب على أسئلتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.